مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، يوم كنتواجدوا باحدى المعالم مدينه مراكش هي حديقه المناره. غنديروا فيها جوله وغناخذوا اعتصامات ديال التجار اللي فيها وعلى الوضعيه الاقتصاديه بكل تواضع. سيدي محمد بخير؟ لاباس اسيدي، ربي يخليك بارك الله فيك. ساعه مبروكه هاد باش تلاقينا. الله يكبر بك. قالوا لي انت اقدم مصور هنا في حديقه المناره. اي نعم اسيدي، شي 30 سنه انا مصور. ايامات البيض والكحل. ايامات البيض والكحل، انا باقي في المناره. ايوا اللي عطى الله هو هذا. وكيدير الحركه الاقتصاديه؟ الحمد لله بخير وعلى خير، حنا تنهديو مع الوقت. كيدير شي مع الترفيه ديالكم؟ ايوا واش غادي نديرو، حنا مخبيين في الديور وصافي، ما كاين فين تمشي ولا فين تصور ولا فين والو، كلشي كاين البورتابل. دابا ما بقات لا تصوير لا مولايبي، حنا تندمقوا مع الوقت وصافي. حتى يشافيها الله سبحانه وتعالى، الله يدير شي طول ديال الخير. امين. شي وشي رساله؟ ايوا الله يجزيهم المسؤولين. ايوا المسؤولين الله يجزيهم بخير، يشوفوا معنا بعدا، حنا راهي قاعدين راهي مساكين ما كاين ما يدار. الوقت راه واقفه ما كاين ما يتشاف. أتاي المعشب المنارة، حديقة المنارة، مرحبا وألف مرحبا. زوال المغرب داخل المغرب وخارج المغرب. أنا السي فريد. الله يحفظك. مرحبا خويا إبراهيم. ساعة مبروكة. نعم الله يحفظك. هذه ساعة مبروكة، نشكركم على الله الله على أتاي ديال المنارة. الله ما نقول مرحبا. الله يحفظك. قول لي السي إبراهيم، انت من التجار ديال ان حديقه المناره. اييه نعم مس مرحبا. كيدير الحركه الاقتصاديه؟ وبالنسبه الحمد لله هذه العطله دوزناها شويه بخير الحمد لله، ولكن بالنسبه للسواح اللي على برا اللي ترونجي ما كاينش هذا العام، عرفتي عند الكوفيد وهادشي، ونطلبوا من الله يرفع لنا هذا الوباء، فهمتيني؟ نطلبوا من الله يرفع لنا هذا الوباء، يا ربي ترفع لنا هذا الوباء. الحمد لله المناره جات دوزنا واحد العطله مزيانه، جاوا الناس الزوار من المغرب ودوزوا واحد العطله زوينه وفرحنا بهم ودوزوا نشطوا بخير وعلى خير. وهذه راه معلمه تاريخيه، يعني الانسان تيجي من الشروق حتى الغروب فهمتيني، تيضلوا الناس تيديروا النزهه داخل تحت الاشجار وتيلعبوا وتيجيبوا لا فامي تيجيبوا العائلات. كيتنزهوا تحت الاشجار. تحت الشجر تيتنزهوا تيجيبوا الطنجيه وتيجيبوا الطاجين. نعم السي بكل تواضع. ايه ويديروا حتى الكسكس يديروا هنا تحت الشجر تحت الزيتون فهمتيني. شحال من عام وانت في هذه الحديقه ديال المنار؟ اخويا انا قبل ما نرحل بالخارج وانا هنا من حديقه المنار. قداميتي. ايوا عرفتي راه تقريبا اكثر من 3 عقود وحنا هنا. والمشاكل والعراقيل اللي كتلقاوها هنا في الحديقه؟ والحمد لله كلشي الامور غاديه مزيان لحد الساعه دروكا، الامور كلشي بالنسبه للسيكوريتي، الامور النظافه، كلشي الامور غاديه بخير وعلى خير فهمتيني. الناس قايمين بالطور ديالهم، وحتى الدخول كاين الناس اللي تيراقبوا الدخول وتيراقبوا الخروج، وداكشي الامور غاديه. يعني حتى كاين السلطات اللي مهتمين بهذا المجال، وكاين الامن حتى هما، يعني الامور منطقه سياحيه معروفه على الصعيد العالمي، يعني ضروري تيكون المخزن هنا، ضروري تتكون السلطات، تيكون البوليس، وتيكونوا. انت السي ابراهيم كتبيع هادشي ديال الارتيزانه، كما كنشوفوا الجمال، هادشي ديال الباقيه المراكشيه. ايه السوفينير. مسي. السوفينير ديال مراكش هكا تنجي تنبيعهم هنا، الهدايا ديال المغرب ديال مراكش، تيجيو الزوار تيعشقوا شي حاجه بسيطه. تيديو السوفونير. تيديو السوفونير. السوفونير للعشير. الاصدقاء ديالهم والاحباب ديالهم فهمتيني. رساله للمسؤولين. و المسؤولين نطلبوا من الله الله يعاونهم الله ييسر لهم، ونطلبوا من الله يشوفوا، لانه كاين واحد شويه الخصاص هنا في هذا فهمتيني، خصها واحد شويه. نطلبوا من الله يجيو يديروا واحد الجوله هنا ويشوفوا راه حياه يعني الخصاص اللي كاين. بحال انا اللي تيبان لي انا بحال هكا المحلات ديالو هنا خصهم يكونوا بواحد النموذج مزيان، يعطيو واحد الجماليه لهذا اعاده الهيكله. اعاده الهيكله يعطيو واحد الصوره زينه لهذا المعلمه التاريخيه، ويكون واحد النظام مزيان، يكون داك الشيء زوين فهمتيني.
هادشي اللي تيبان لي انا. خلينا نشربوا كويز ديال اتاي السي ابراهيم، نرجعوا مجاجنا، وكنتمنى الرساله ديالك توصل للمسؤولين. الله بارك الله، تحياتي امسي، والله ينصر سيدنا والله يطول لنا عمره. أمين. ونطلبوا من الله هذه السنه الجديده 2022 تكون سنه خير للمغارب والمغاربه كلهم، ولسيدنا الله ينصره ويطول لنا عمره ويحفظه ويحفظ جميع المسلمين، ونطلب من الله يرفع لنا هذا الوباء ونكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللهم امين يا رب. امين يا رب. تحياتي، شكرا جزيلا.